بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، نستكمل قراءة كتاب موقف العقل لشيخ الإسلام مصطفى الصبري الطوقاضي عليه رحمة الله تعالى، وكنا وقفنا عند حديثه عن علماء آخرون يردون على إلحاد الطبيعيين، وقال كيليوم دو فونتي، صحيح؟ قال في مقالته التي عنوانها حدود الحياة صفحة 136، قال إن المادة ليس معناها اليوم معناها في الماضي، وقد كانت تعرف بالثقلة، وبعد اكتشاف الأثير لزمنا أن ندخله في المادة مع أنه غير قابل للوزن، ولا يمكننا أن نعتبره غير مادي، لأن غير المادة كان يطلق قبل كشفيات العلم على بعض مبادئ وعلل فعالة لا نعرف حقيقتها. لكن علماء الطبيعة عرفوا الأثير بأنه شيء يقبل الحركة وينقلها ولا يحدثها. الأثير، تكلمنا عن هذا قبل ذلك. الأثير مادة متوهمة ليست هي الهواء، هي المادة التي تملأ الفراغ بين المواد في هذا الكون. علماء الطبيعية يقولون بوجود هذه المادة التي يسمونها الأثير. فالشيء هنا دوفونتي بيقول إنه المادة في الماضي كانت هي الشيء الذي له ثقل، الشيء المعروف، الهاتف، الحذاء مثلا، الخشبة، الحديدة، كل دي أمور هي المادة. مقابلها الأمور غير المادية، يعني الأمور التي ليس لها ثقل، يقابلها الأمور المعنوية مثلا. فهو هنا بيقول بعد اكتشاف الأثير لزمنا أن ندخله في المادة. ليه لزمهم أن يدخلونه في المادة؟ نقرأ كده ونشوف لماذا. مع أنه غير قابل للوزن ويمكن أن غير مادي، لأن غير المادة كان يطلق قبل كشفيات العلم على بعض مبادئ وعلل فعال. فهو لماذا لا يدخله في المادة؟ لأنه غير المادي، غير المادي له معنى محدد عند علماء الطبيعة. فغير المادي يطلق على بعض مبادئ وعلل فعالة لا تعرف حقيقتها. أما الأثير فإنه ليس كذلك. طيب، لكن علماء الطبيعة عرفوا الأثير لأنه لكن علماء الطبيعة عرفوا الأثير بأنه شيء يقبل الحركة وينقلها ولا يحدثها، وخلاصته أنه عاطل. إذن يلزم العدول عن أن نجعل الثقلة خاصة للمادة ونختص بدلا منها العاطلة، فهي أصح ما يكون خاصة لها. والآن أعرف ما سيفرع القائلون بمذهب الحياة فيتاليست. الشيخ مصطفى كتب كلمة فيتاليست بالواو، لأنه كتبها كما ينطقها بالتركية، والأتراك بينطقوا دائما الفي و، صوت الذا بينطقوا و، فهو بالإنجليزي فيتاليست بالفي، في اي تي اي ال اي اس ام اي، فيتاليست. المذهب ده بيسموه المذهب الحيوي، المذهب الحيوي. هذا المذهب يرى أصحابه أن ظواهر الحياة لها مميزات معينة، فالمادة عندهم ليست مادة صماء وإنما لها حياة محددة،
عند بعض أصحاب هذا المذهب يقولون في كل موجود حي مبدأ حيويا مباينا للنفس المفكرة ولخواص الجسم الفيزيائي، يعني كل حاجة أنت بتشوفها حواليك فيها نوع حياة تختص به، لكن هذه الحياة لا يشترط أن تكون نفس مفكرة كالنفس التي في الإنسان. فدولت أصحاب المذهب الحيوي. والآن أعرف ما سيفرع القائلون بمذهب الحياة على هذا الكلام، بأن المادة عاطلة في نفسها، فيجب الاعتراف بوجود ما يخرجها عن العطالة. ولهم حق جلي في هذا التفريع، وأنهم ممثلو المنطق والعلم الحقيقي، أعني العلم الذي يصعد من النتائج إلى العلل. طيب الشيخ مصطفى يعلق على هذا الكلام. أقول آخر هذا الكلام يؤيد ما علقنا آنفا على قول كارو، وليعتبر منه مقلدو الغرب منا الغافلون، مثل الأستاذ رئيس تحرير مجلة الأزهر، الذين يحتكرون اسم العلم لما يثبت بالتجربة، ويستهينون بالعلوم المبنية على العقل والمنطق، بل يستهينون بالمنطق نفسه. فعلى رغمهم يمدح هذا العالم الفرنسي طائفة من أصحاب المذاهب بأنهم ممثلو المنطق، ويعبروا عن علمهم بالعلم الحقيقي. طيب. وقال في تلك المقالة أيضا إن قانون محفوظية القوة كجميع قوانين الطبيعة، يعني خلاصة ما قاله كيليوم دو فونتين، ولستشهد بالشيخ مصطفى صبري. كيليوم دو فونتين عايز يقول إنه العلم الطبيعي لا يؤدي بالضرورة إلى الإلحاد، فها هنا علماء طبيعيون يقولون بأمور أخرى غير التي يقول بها هؤلاء الطبيعيون. هو هنا يقول إنه أصحاب المذهب الحيوي وهم من علماء الطبيعة، أصحاب المذهب الحيوي وهم من علماء الطبيعة وليسوا من علماء اللاهوت، ليسوا من علماء الدين، بيقولوا إن المادة عاطلة في نفسها، وإذا كانت المادة عاطلة في نفسها فلا بد أن لكن ومع الاعتراف بكونها عاطلة في نفسها، فهذه المادة تتحرك، هذه المادة لها قوانين تحكمها إلى آخره. فإذا كانت عاطلة في نفسها فلا بد من وجود المتصرف فيها، فلا بد من وجود ما يخرجها عن هذه العطالة. هو جاب كلام دوفونتي علشان هذا الجزء، إنه علماء الطبيعيين أو علماء آخرون يردون على إلحاد علماء الطبيعة. طيب، وقال في تلك المقالة أيضا اللي هو وقال في تلك المقالة أيضا إن قانون محفوظية القوة كجميع قوانيننا الطبيعية عبارة عن فرض صرف، فهو كما هو مستغن عن البيان لم يدقق ولم يعاين بأي صورة غير التخمين والتقريب. لم يدقق ولم يعاين بأي صورة غير التخمين والتقريب. ده مين؟ ده واحد من علماء الطبيعة. إن قانون محفوظية القوة، إيه قانون محفوظية القوة ده؟ ما هو قانون محفوظية القوة؟ هذا الذي يعلمنا سيد في المذهب أن القوة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. نعم. فالطاقة أو القوة موجودة دائما. طيب هذا القانون بقى يقول لك جميع القوانين الطبيعية. طيب جميع القوانين الطبيعية فيها إيه؟ قال لك عبارة عن فرض صرف. يعني هو عالم الطبيعة، ماذا يفعل يا إخوانا؟ قدامه مشكلة، ثم حتى يحل هذه المشكلة بيفترض الفروض لحل هذه المشكلة، ثم يبني على فرض من هذه الفروض، وأكثر هذه الفروض يراه تفسيرا
أو الأقرب تفسيرا لهذه الظاهرة أو يجمع في طياته عددا من المفردات الكثيرة التي من خلالها يمكن تفسير هذه الظاهرة، بيعتبره هو القانون المعبر عن الحقيقة كما يراها هو. فالقوانين الطبيعية في الحقيقة هي عبارة ليس عن وصف الواقع، ولكن هي عبارة عن محاولة فهمنا نحن، أو محاولة وصفنا نحن للواقع. فهي القوانين هي عبارة عن تقريب الواقع لعقل الإنسان. قد يكون هذا التقريب حقيقي أو قريب من الحقيقي أو بعيد عن الحقيقي، المهم أنه هو بيريح العقل الإنساني ولو جزئيا عن طريق أنه بيعطيه تفسير ما أحسن من اللا تفسير. والإنسان ربنا خلقه كده طالب للمعرفة أبدا، وعند الإنسان إنك تحط له أسطورة خير من ألا تعطيه شيئا. يعني لما يكون في عندنا ظاهرة خلاص ريحني وقول لي أي حاجة وأنا هصدقك، يعني أنا عندي الاستعداد إني أصدقك لو فسرتها لي أي تفسير، خير من أن تقول لي لا أعلم. ومن هنا نشأت الأسطورة، ومن هنا نشأت الخرافة. ليه؟ لأن الإنسان باحث عن المعرفة، فإذا لم يصل إلى معرفة حقة أو مضمونة، يعني يقينية أو مضمونة، سيدخل في المعارف الوهمية أو الشكية. طبيعة الإنسان كده، طبيعته كده. فالقوانين يا أخوانا اللي احنا بنسميها طبيعية في حين يدعى لها اليقينية والقطعية وكذا، هي في الحقيقة، وده البحث ده يا أخوانا داخل في فلسفة العلم. يعني حضراتكم، يعني أنا بقول إنه كثير من ضلالات المشتغلين بعلوم الطبيعية جاي من حاجتين. أول حاجة جاي من عدم دراستهم للفلسفة. الفلسفة بمعناها العام اللي هو قوانين الفكر، قوانين الفكر ولو الأساسية، مبادئ المنطق، القواعد العقلية الأساسية، إنهم بيغفلوا عنها. الأمر الثاني اللي بيؤدي بالطبيعيين إنهم يضلوا إنهم بيغفلوا عن فلسفة العلوم الطبيعية. فلسفة العلوم الطبيعية، يعني لازم كل واحد مشتغل بعلم من العلوم الطبيعية يقرأ في فلسفة هذا العلم، أو يقرأ بالإجمال في فلسفة العلوم الطبيعية. فهو يا أخوان فلسفة العلوم الطبيعية، الفكرة الرئيسية في العلوم الطبيعية هي إيه؟ هي محاولة فهم الطبيعة على يعني بقدر الطاقات البشرية، محاولة فهم الطبيعة بقدر الطاقات البشرية. وكل قانون أي علم سواء أحياء كيمياء فيزياء فلك بيتحط هو عبارة عن وصف الإنسان لهذه الظاهرة الطبيعية، وهذا الوصف أنا مضطر إليه علشان أستطيع التعامل مع هذه الظاهرة، وإلا أفقد التواصل تماما بيني وبين الظواهر الطبيعية. والإنسان طبيعته تأبه هذا، فلازم يحط وصف. وظيفة العلم بقى الطبيعي إنه هو هذه الأوصاف التي نطلقها على هذه الظواهر الطبيعية، هذه الأوصاف قابلة للتغيير والتجديد. فأنا الآن أطلقت وصف معين، هيجي واحد بعد 10 سنين يقول لا الوصف ده يكون أدق لو عملنا كده، وممكن حد تاني يقول لك لا الوصف ده أصلا غير دقيق، ده الوصف صح وكذا كذا، يعني إما يعدل يا إما يشيل خالص ويجيب حاجة جديدة. فدي هكذا نحن، وهكذا هي الطبيعة. لذلك كان علماءنا المشتغلين بفلسفة المعرفة زي الإمام الماتريدي رضي الله عنه ورحمه الله، كان دقيق جدا لما قال، والشيخ محمود درس معنا هذا، لما قال إنه العقول، طبعا خد بالك بقى معايا هنا، يعني دي برضو ملاحظة تانية،
إنه لما بنقول إن القوانين الطبيعية هي محاولة الوصف الإنساني لظواهر الطبيعة أو وصف ظواهر الطبيعة بقدر الطاقات البشرية، ده عمل العقل مش عمل التجربة. خد بالك، التجربة بتعطيني حكم جزئي. طيب لما أنا أحط قانون كلي، الكلية من عمل العقل مش من عمل التجربة. يعني التجربة ما قالت ليش كل حديد تبدد بالحرارة، التجربة لم تقل لي ذلك، التجربة قالت لي هذه الحديدة التي أمام عيني تمددت بالحرارة، شكرا. طيب فأنا الآن لما باجي بقى إيه أوصف هذه أوصفها فهو عمل عقلي. طيب إذا اتفقنا على هذه النقطة وهي إنه الوصف البشري أو القوانين الطبيعية التي يضعها البشر هي من عمل العقل البشري، إذا اتفقنا على هذه النقطة ندرك عبقرية حد زي الإمام الماتريدي اللي لما جه يتكلم في نظرية المعرفة قال إنه العقول تدرك ظواهر الأشياء ولا تدرك حقائقها. يعني ببساطة إحنا بالقوانين الطبيعية، ربنا نعم أعطى الإنسان هذه القدرة لأنه هو يصف ظواهر الطبيعة حتى يستطيع التعامل معها، لكنك بهذه القوانين ليك حدود، حدودك هو معرفة ظواهر الطبيعة وليس بواطن الطبيعة ولا حقائقها. فالعقول تعرف ظواهر الأشياء وليس حقائق الأشياء. ماشي، يلا يا مولانا. قال رحمه الله إن قانون، قال رحمه الله وقال في تلك المقالة أيضا إن قانون محفوظية القوة كجميع قوانين الطبيعية عبارة عن فرض صرف كما هو مستغن عن البيان، لم يدقق ولم يعاين بأي صورة غير التخمين والتقريب. وقال التخمين والتقريب لا يعاب، خد بالك. يعني مش معنى أن احنا بنقول إن القوانين الطبيعية هي عبارة عن وصف الطبيعة بقدر الطاقة البشرية وإنها الكثير منها فروض وتخمينات، إن ده يعيبها. ده ليس عيبا، هو هذه طاقة الإنسان سبحان الله. زي بالضبط لما احنا نقول مثلا الأحكام الفقهية ظنية، نحن لا نعيب الأحكام الفقهية لأنها ظنية. لما نقول حديث الأحاد ظني الثبوت، ده لا يعيب الحديث الأحاد. وليس معنى إنه ظني، وليس معنى الأحكام الفقهية ظنية، وليس معنى أن قوانين الطبيعة مبنية على التخمين والتقريب أن تترك. إنه في برضو أسلوب كده عند كتير من البشر اللي هو أسلوب الإيه؟ أسلوب التنزيه الذي يفضي إلى التعطيل، زي المعتزلة كده. أسلوب الإيه يا أخوانا؟ التنزيه الذي يفضي إلى التعطيل، يعني الواحد يبقى عايز الحاجة كاملة وإلا تكون يعني غير صحيحة. فهم المعتزلة يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن كل مشابهة للمخلوقات، فلما غالوا في التنزيه لم يصفوا الله بالصفات، فهو تنزيه أفضى بهم إلى ماذا؟ إلى التعطيل. وزي بالضبط الكفار لما طلبوا أن يكون الرسول ملكا من الملائكة أو البشر، هي صورة مثالية جدا 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 لكنها غير واقعية، غير واقعية، غير حقيقية، غير منتجة، غير فاعلة، غير مناسبة، غير مطابقة للواقع. ففي ناس تفكيرها كده اللي هو التفكير المثالي، طالما القوانين الطبيعية دي مش يقينية يبقى مش هاخد بيها، طالما الفقه مش قطعي يبقى مش هاخد بيه، طالما الأحاديث الأحاد مش قطعية الثبوت يبقى مش هناخد بيها نتركها. نفس طريقة التفكير، عقلية واحدة. يمكن احنا أكتر حاجة بنتعلمها من دراستنا العلوم الإسلامية، ويمكن أكتر حاجة احنا تعلمناها من مشايخنا في الأزهر، ليس المسائل. يعني احنا يمكن المسائل اللي حفظناها قليلة جدا، لكن اكثر ما تعلمناه وافضل ما استفدنا منه مشايخنا ان احنا تعلمنا كيف تفهم عقولنا العلم، وهي دي وظيفة المعلم في الحقيقة. يعني وظيفة المعلم
إنه يعرفك كيف تفهم مسائل العلم، مش كيف تحفظ وسائل العلم، مسائل العلم إزاي تحط كل مسألة في موطنها الصحيح. من أكثر الأفكار عبقرية في تراثنا يا أيها الإخوة فكرة التفريق بين القطع والظني، فكرة عبقرية جدا، إنه عندنا قطعيات ثوابت وعندنا ظنيات والاثنين بنتعامل معاهم، لكن في عقولنا من بعيد إنه القطعي يختلف عن الظني سواء في الثبوت أو في الدلالة، لأنه ده ينتج بعد ذلك كيف نتعامل مع القطعي وكيف نتعامل مع الظني إذا كان في تعارض، إذا الأحوال المختلفة. ففكرة أنك ما تحطش الحاجة كلها في سلة واحدة فكرة مهمة جدا في العلم، وطبقها على كل حاجة في حياتك. ماشي، فالقصد يعني عشان يعني يبقى لمينا أطراف الكلام، إن إحنا لما بنقول إن القوانين الطبيعية عبارة عن فرض، مش معنى فرض صرف أو تقريب وتخمين، مش معنى كده إن إحنا بنقول للناس يا جماعة ازهدوا في العلم، العلم الطبيعي، لا، نحن لا نقول ذلك. يعني أنا لما ما بتعجبنيش نظرية التطور مثلا، وده واضح جدا، مش معنى كده إني بقول للناس يا جماعة لا تدرسوا نظرية التطور، لا، أنا بقول لهم ادرسوا نظرية التطور، لكن من فضلك من فضلك ما تضخمهاش، ما تديلهاش أكبر من حجمها، ما تعتبرهاش تجريبية وهي مش تجريبية، لا تقطع فيها بأمور محلها الظن وليس القطع، كده كده كده. فلازم تبقى إنسان حكيم، والإنسان الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ودايما العلم بيفسد من قلة الحكمة، إنك إما تضخم الصغير أو تصغر الكبير. يعني هيجي لك واحد يقول لك نظرية التطور دي هي النظرية التي بها نستطيع تفسير الوجود الإنساني كله، يعني الأديان بتتطور، الإنسان بيتطور، الحياة بتتطور، وإحنا في تطور أبدا إلى نهائي. فيطبقها على الأديان، يطبقها على المجتمعات، يطبقها على خلق الإنسان، يطبقها على كل حاجة. وده اللي حصل في الغرب، يعني نظرية التطور لم تصر فقط مجرد نظرية في علم الأحياء وخلاص، وخلاص على كده هندرسها في سنة ثالثة مثلا أحياء ولا في تمهيدي ماجستير، لا 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 لا، دي بقت فلسفة. يعني انتقلت من كونها نظرية إحيائية إلى فلسفة كاملة لتفسير الوجود، صارت أيديولوجيا، وده خطورتها، وده خطورة ما حصل. فمش معنى إن إحنا بنقول للناس ما تدرسوش العلم كذا كذا إن إحنا بنزهد الناس في العلم، لأ، ادرسوا نظرية التطور لكن احذروا من تضخيمها، واحذروا أيضا من التقليل من شأنها. يعني كنت سمعت عبارة عجبتني جدا، إنه داروين من أكثر الناس في العصر الحديث اللي طبقوا قول الله سبحانه وتعالى، طبعا مع إنه مش مسلم، قل سيروا في الأرض فانظروا. إن الرجل ده سافر بلدان وراح وجه علشان يدرس الكائنات الحية، فجهد جهد لا ينكر، نستفيد منه. فهو العلم دايما يا أخوانا بيضيع بين هذين، بين إنسان يعطي الظنيات يجعلها قطعيات، أو إنسان يهون من القطعيات. وإذا برضو حضرتك ممكن تلاقي في كل حاجة في حياتك هتلاقي السلفية في العلوم الشرعية، يعني يخرج بقى من العلوم الطبيعية للعلوم الشرعية، هتلاقيهم جايين لك للحية والجلباب والمش عارف والسنن، وبيعامل وبيحاسب الناس عليها زي الفرائض. هتروح للحدثيين والعلمانيين هتلاقيهم بيتساهلوا في الفرائض ويعاملوها معاملة المباحات والسنن بس تحت عنوان ربنا غفور رحيم. فالدين يضيع بين هذين، والعلم يضيع بين هذين، فهي طريقة في التفكير سيئة، يعني هي طريقة في التفكير تفسد كل شيء سواء علم ديني أو علم دنيوي. فلذلك إحنا وظيفتنا هي محاربة هذه العقليات سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الدينية. ليه؟ لأن هذه العقليات هي التي تفسد الحياة،
وانت جرب كده حتى في حياتك، في تجارة، في بيتك، في أسرتك، في مع زوجتك، جرب كده تتعامل مع إنسان بيضخم الحاجات الصغيرة، حاجة صغيرة تلاقيه بيضخمها وعامل عليها حوار كبير خالص كأنه بإيه. العيشة معاه متعبة جدا. أو إنسان متساهل خالص لا يغار على أهله مثلا، ما دي مشكلة برضه. وهو سبحان الله الحكمة ميزان، الحكمة ميزان، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذه الحكمة مش بس في الحياة الشخصية أو في كصفة فردية للإنسان، لا، الحكمة في العلوم، في الفنون، في العلوم الشرعية، في العلوم الطبيعية، في تعاملاتنا، في حياتنا، في فهمنا للأمور، في ردود أفعالنا، فهي صفة مهيمنة. والعلوم عادة تضيع بين غير الحكماء، فتلاقي الجماعة اللي بينكروا نظرية التطور خالص، والجماعة اللي بيألهوها وبيجعلوها أيديولوجيا ويعطونها أكثر من حجمها. وإحنا لا مع دول ولا مع دول، ولا عايزين نبقى دول ولا عايزين نبقى دول، الاثنين جانب الصواب والله أعلم. ماشي. طبعا نظرية التطور هنا هي مجرد مثال. ماشي، يلا يا شيخ محمود. قال فورون: يقول الملحد إن الله غير موجود، وإنما الموجود في العالم المادة غير العاقلة، وقوى لا تنفك منها. وهل هو في قوله هذا يتخذ التجربة مبدأ له؟ كلا، بل في إثبات الله منطق أوفق لأصول التجربة منه في نفيه. للأصول التجريبية منه في نفيه. فهو الملحد عندما يقول إنه ليس ثمة إلا المادة، هذا العالم ما فيهوش حاجة ما ورائية، ما وراء الطبيعة ما فيش، ليس هذا العالم سوى ما تراه أو ما تستطيع إدراكه بالحواس، ولو عن طريق آلة زي الميكروسكوب والتلسكوب، هو العالم هو المادة فقط. طيب، شورول بقى هنا بيقول إيه؟ بيقول أنت جبت الحكم ده منين؟ هل ده ناتج عن تجربة؟ الإجابة لا. الإجابة هي أن هذا الكلام كلام ناتج عن تفكير، عن إعمال العقل والنظر. طيب، لو حكمنا العقل والنظر سنجد أن العقل والنظر أقرب إلى إثبات الله من نفيه. ده معنى الكلام والله أعلم. ماشي. وقال بوليو رولوج مدير جامعة برنغهام ومن علماء الطبيعة الإنجليز في كتابه الحياة والمادة، قال إن إيضاح أحد مناظر الحادثات بصورة الفعل والوظيفة المنفتحة المقننة لا ينافي إيضاح مناظرها الأخرى بصورة الفعل والوظيفة. فإنكار مناظر الحادثات عدا واحدا منها هو أسلوب الماديين في توحيد الأمور الدال على العجز والمسكنة، وكان يصدق الأفكار الميكانيكية مثل نيوتن، ويعرف الاكتشافات في العلوم الحيوية في العصر الأخير. ومع هذا كان يفهم أن الحادثات لا تكفي لإنشاء فلسفة. وكان هيوم أيضا يقبل مذهب المادية معتبرا له إيضاح الأشياء على وجه يبعث على الاطمئنان، وكان يشدد على الإنكارات التي لا دليل عليها المتعلقة بمسائل فوق قدرتنا، ويقول إن تعلم حدود قدرتنا ذروة الحكمة البشرية، فليس من حقنا أن نناقش في ذروة الحكمة، لأنك لما تعرف قدرك كإنسان وإمكانيات عقلك كإنسان مش هتدعي أمور ليست لك، يعني هتضع الأمور في موضعها برضه. ده كلام نيوتن ولا كلام أوريليوج؟ أوريولوج غالبا كلام أوريليوج. ماشي. فليس من حقنا أن نناقش في وجود جوهر للمادة
أو للروح وعدم وجوده. ويقول في إرجاع الكائنات وجميع الحادثات على مذهب المادية إلى المادة والحركة إلى المادة والحركة، إن الأشكال التي نشاهدها على وجه الأرض التي هي بمنزلة حبيبة الغبار من العالم يمكن أن تكون على نوعين من أنواع الموجودية اللامتناهية والتي لا نستطيع حتى أن نتصورها، بل ها أن تكون مشابهة لنوعي المادة والحركة فقط. فكما أن الدساسة العائشة في بطن التراب الموضوع الدساسة. الدساسة دي الدساسة دي أخوانا حية تعبان يعني نوع من أنواع الثعابين، أصم لا يسمع لكنه بيندس في التراب. فكما أن الدساسة العائشة في بطن التراب الموضوع في قصرية موضوعة على أحد شبابيك بيت من بيوت لندن لا تطلع على الحياة الجارية في هذا البلد العظيم، يحتمل ألا نطلع على أنواع تلك الموجودات مع كوننا غارقين فيها. قال وإني أنتقد بشدة على الذين ليس لهم استعداد الفلسفة أن يتعودوا نسيان هذه المطالعات البديهية. ومعنى قوله ومعنى قولي أوليورولوج أنه يمكن أن تكون الكائنات تسير على قوانين ميكانيكية كما يقول الماديون، فيتفق معهم على ذلك الموحدون من أعظم علماء الطبيعة مثل نيوتن وغيره. وليس القول بإرجاع حادثات الكون بأسرها إلى حركات ميكانيكية ينافي وجود الله كما يزعمه الملاحدة، فيتمسكون بمبدأ الميكانيكية كأنه عروة الإلحاد الوثقى. يعني حتى لو ثبت أن الكون هذا يسير بميكانيكية وأن الأحياء تسير بميكانيكية يعني بقوانين صارمة لا تقبل التخلف، يعني فسيظل السؤال عن الله موجودا وقائما. يعني أنت مهما فسرت في الطبيعة وقلت واكتشفت من قوانين سيظل السؤال عن الله دائما قائم، من الذي قنن القوانين، من الذي وضع هذه القوانين على هذا النحو، قد كان يمكن أن تكون على غير هذا النحو. فلذلك هتلاقي العيال الملحدين بيظنوا هذا الظن إنه الدين أو الله سبحانه وتعالى بينحصر كلما تقدم العلم، وبيسموا الله سبحانه وتعالى إله الفراغات. يعني إله الفراغات يعني أنت أي حاجة ما تعرفوش أقول إيه هذا خلق الله أو ربنا خلقها كده أو هي دي كده لحد ما العلم يجي يفسرها لك. فأنت الله دي عندهم إيه تعبير عن الجهل، أنت ما تقول الله لا نعلمها الله خلقها هكذا فأنت كده معناها إنه هذا الأمر إيه ما زال في نطاق الجهل لم يصل في نطاق العلم. فهم يظنون أنه كلما تقدم العلم واكتشف الإنسان قوانين وبدأ الإنسان يفهم الحياة أكثر أنه كده الأديان بتتراجع وأنه لا حاجة لوجود الله لأننا فهمنا الحياة دي ماشية إزاي. طبعا تفكير سري جدا، لأنك لو اكتشفت الساعة أفضل ساعات الدنيا وأعقدها، لو اكتشفت كيف تعمل وأنت مش صانع ساعات، هذا لا يعني أنه الصانع غير موجود. يعني أنت كونك تكتشف القوانين التي تسير شيء يختلف تماما عن إنكارك لوجود صانع لهذا الشيء. فهم الملحدين المعاصرين بيرددوا هذه المغالطة، وهي إنه اكتشفنا لقوانين الطبيعة يغنينا عن إرجاع الطبيعة إلى الله. عشان كده احنا قلنا قبل كده في نظرية داروين إنه حتى لو صحت هذه النظرية وكانت صحيحة فإنها لا تنافي وجود الله سبحانه وتعالى ولا تطعن في شيء في الأديان.
إذا صارت قطعية ولن تكون قطعية. ليه؟ زي بالضبط كده يا أخوانا ما بنقول إيه؟ زي بالضبط بنقول إنه وجود العالم في حد ذاته حتى لو لم يكن هذا العالم منتظما، يعني في أكثر من كده، يعني في ناس بتظن إنه انتظام العالم أو العالم ينبغي أن يكون منتظما حتى يدل على الله، لا هذا غير صحيح. أنت وجود العالم في حد ذاته حتى وإن كان فوضوي دليل على، أو هذا يدفعك للسؤال عن من خلقه بهذه الفوضى، يعني سيظل السؤال قائما لن يختفي. لذلك هتلاقي واحد زي الإمام الماتريدي مثلا في كتاب التوحيد، وده من أعجب الاستدلالات على وجود الله، إنه بيستدل على وجود الله بوجود الشر في العالم. وجود الشر في العالم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان هذا العالم هو خالق نفسه لأوجد نفسه على أحسن ما يكون ولم يوجد في نفسه الشر. معنى إنه هذا العالم وضع فيه الشر، إنه العالم ليس خالق لنفسه وإنما خلقه خالق. فاكتشاف العلم أو قوانين العلم أو قوانين الطبيعة أو إثبات أنها ثابتة لا تتخلف لا يجيب على سؤال الألوهية، وإنما غايته أن يفسر لك الوجود أو أن يفسر لك الطبيعة. وسيظل السؤال عن الله سبحانه وتعالى قائما. لذلك الشيخ هيستطرد في هذه الفكرة المهمة، ممكن نضع هذا العنوان إذا أحببتم: منشأ غلط علماء الطبيعة الملاحدة وأن تمسكهم بالحركات الميكانيكية لا ينفعهم. منشأ غلط علماء الطبيعة الملاحدة وأن تمسكهم بالحركات الميكانيكية لا ينفعهم. ما الله شرح محمود؟ وليس القول بإرجاع حادثات الكون بأسرها إلى حركات ميكانيكية ينافي وجود الله كما يزعمه الملاحدة، فيتمسكون بمبدأ الميكانيكية كأنه عروة الإلحاد الوسطى. والفرق بين الفئة الموحدة والملحدة من القائلين بالقوانين الميكانيكية أن الملاحدة يقصرون الأمر على هذا القدر وينكرون ما وراءه كأن يكون لتلك القوانين واضعها ومديرها. والتجربة الدالة على وجود القوانين لا تدل على عدم وجود من يديرها، بل هي أحرى بأن تدل على وجوده، لأن الحركات الميكانيكية لا بد لها من مهندس ميكانيكي ينشئ الماكينة ويرتبها ويحركها. فقصر الملاحدة الوجود على الماكينة وحركتها ينم على أنهم قاصرون ويقصرون في فهمهم مدلول التجربة نفيا وإثباتا. فالتجربة تدل على وجود القوانين ولا تدل فيها فيما وراءها لا على وجود الشيء ولا على عدمه، كما زعمت الملاحدة أصحاب مذهب المادية. التجربة لها حدود، ينبغي أيضا معرفة حدود التجربة وفلسفة التجربة وماذا تقول التجربة، حتى لا نحمل التجارب أو ما نسميه التجارب أكثر مما تحتمل. لكن العقل الذي يجب ألا يفارق التجربة وإلا لما دلت حتى على ما دلت عليه، لكن العقل لا يقف عند الحد الذي تقف عنده التجربة فتوجب وجود شيء لا تمانعه التجربة وهو المحرك. ونحن إذا بحثنا في تمسك، يعني مساحة العقل في العمل أوسع من مساحة التجربة، فلذلك التجربة لا تدل على الصانع وإنما يدل على الصانع العقل.
فدائره العقل اوسع. ماشي. ونحن اذا بحثنا في تمسك ملاحده الماديين بارجاع كل حادث الى الحركه الميكانيكيه، يعني نضرب مثال صغير، قلنا مثلا ساعه يا اخوان، قلنا مثلا ساعه، خلاص انا بالتجربه عرفت كيف تعمل هذه الساعه، ما هي قوانين عمل هذه الساعه، كويس. طيب يبقى التجربه دلتني على ايه؟ على كيفيه عمل هذه الساعه. طيب من صانع هذه الساعه؟ التجربه ما قالتليش ده، لكن عقلي ممكن يدلني، ممكن لمجموعة معطيات عقلية أستنبط الصانع أو أحصره على الأقل في فئة معينة من البشر. لو الساعة دي مثلا افترضنا إنها مصنوعة مثلا في القرن الخامس عشر الميلادي، عقلي هيعمل إيه؟ هيشوف البلدان التي عرفت بصناعة هذا النوع من الساعات، هيحصرها مثلا في ثلاث بلدان، الصين مثلا وسويسرا وإنجلترا، وبعدين يشوف البصمة المميزة لكل بلد من هذه البلدان في صناعة هذه الساعة، فيبدأ يحصرها مثلا في بلدتين، يقول لك أيوة سويسرا أو إنجلترا. وبعدين ممكن من خلال معلومات ومعطيات أخرى يحدد هل صانع هذه الساعة ذكر أو أنثى مثلا، فلما يجيب كده إحصائيات أو لما يتعرف على تاريخ صناعة الساعات في هذه البلدان يقدر يعرف أنه والله كان المشتغلون بصناعة الساعات في هذه البلد كانوا من الرجال مثلا. فإذا من الذي قال لي هذا؟ من الذي دلني على الصانع وصفات الصانع وأحوال الصانع؟ العقل وليس التجربة. ماشي. ونحن إذا بحثنا في تمسك ملاحدة الماديين بإرجاع كل حادثة إلى الحركة الميكانيكية رأينا أن الغرض منه التوصل إلى استغناء العالم عن إرادة الإله الفاعل بعلمه وإرادته. فالعالم في زعمهم يمشي بنفسه من غير إرادة منه ولا شعور بمشيئته، ومن غير أن يكون له تغير يمشي من غير شعور بمشيئته، أفصل، ولا شعور بمشيئته، ومن غير أن يكون له تغيير أسلوبه في مشيئته، فهو كالماكينة المتحركة يتحرك من غير إرادة ولا شعور ولا انحراف عن نظام الحركة الذي يخصها. ولو كانت حركته إرادية لكانت الإرادة من خارج المادة التي لا إرادة لها، وكذلك لو كانت حركته عن علم وشعور ثم لو كانت حركته إرادية لجاز انحرافها عن طريقتها حسب ما شاء المريد. فكأنه يتم بهذه الملاحظة استغناء العالم عن المؤتمر يتم بهذه الملاحظات استغناء العالم عن المؤثر المسيطر عليها قال ويرد عليهم أن المادة لا تتحرك بدافع من نفسها لكون العطالة من أخص أوصافها، ولا ينفع فيها كون حركتها غير إرادية. لهذا قال كارو فيما نقلنا عنه سابقا قال وسوف يبقى بعد كل إيضاح سؤال من أين تأتي الحركة نفسها، يعني من غيرها. كل ما يحصل في الكون للطاقة والحركة مش تفسير، لا يكفي لتفسير هذا الوجود، إنه هذا الوجود ما زال يحتاج إلى سؤال، الإجابة عن سؤال مهم جدا، من حركه؟ من أعطاه الطاقة والقوة؟ ماشي. قال والعقل لا يقبل حركة بلا محرك، لكن الملاحدة الماديين والطبيعيين لما لم يروا محركا ولم يصلوا إليه بتجاربهم ولم تكن عقولهم أطول من تجاربهم الحدو. يعني العقل بطبيعته مفترض أنه أوسع من التجربة، لكن هؤلاء الملاحدة عقولهم صغيرة الحدو. وقالوا إن العالم يتحرك من نفسه، وغاب عنهم أن القول بوجود محرك
غير منظور أقرب إلى الحق والصواب من القول بالحركة من غير محرك. يعني أنت أيهما أفضل يعني؟ أيهما أفضل؟ لما تشوف آثار أقدام في الأرض في صحراء، أيهما أقرب إلى العقل؟ أنك تقول ده خيال وهم مفيش حد مشي، ولا تقول هناك من مشى لكننا لا نعرف من هو ماشي، حتى إن ما مثلوا به، حتى إن ما مثلوا به هذه الحركة، أعني الحركة من غير محرك، فقالوا حركة ميكانيكية، قد اهتدوا إلى التمثيل بها من الماكينات التي هي صنع الإنسان وأثر إرادته. فالحركة الميكانيكية إن لم تستند إلى محرك وإرادته مباشرة فتمشي بنفسها، لكنها مستندة إلى إرادة صانع الماكينة، ثم إلى إرادة مديرها إن كان المدير المحرك غير الصانع. والإرادة الثانية أقرب إليها، فلها مبدأ ومنشأ، وهم القائلون عن حركة العالم بأنها ميكانيكية رامين بقولهم هذا إلى أنها حركات لا محرك لها من خارج العالم. أخذ بالك يعني لما يقولوا هنا دي حركة العالم ميكانيكية، ما يقصدوش إن هي منتظمة، إحنا كمؤمنين ممكن نفهمها ميكانيك موفمنت مثلا، يعني حركة منتظمة، يا سلام، واحنا نقول بعدها سبحان الله كمان، لأنها تدل على الانتظام، ده يدل على وجود الله. لا، هم عندما يقولون حركة ميكانيكية يعني حركة آلية من نفسها دون محرك. إذا رأوا ماكينة من الماكينات التي نعرفها وهي تسير سيرها، يقولون متحركة بنفسها من غير ما حاجة منها إلى وجود محرك، لا حاليا ولا مبدئيا. أجل يلزمهم أن يقولوا كذلك وهم يعلمون أنها غير مصنوعة بطبيعتها ولا مبتدأة للحركة بنفسها. فتمثيلهم حركة العالم من غير محرك ولا إرادة منه بحركة الماكينات التي يصنعها الإنسان ويحركها عجز ظاهر في التمثيل والتعبير، ناشئ من عدم وجود شيء متحرك بنفسه في العالم، بينما ادعي أن كل شيء فيه متحرك بنفسه. ولا يجدي الملاحدة اعتبارهم الإنسان نفسه أيضا موجودا ميكانيكيا بإنكار إرادته، بل يعني هذا القول أدى بهم إلى القول بالجبر، سبحان الله، مع أنه الحركات الإلحادية نشأت في الأساس بدعوى الحرية، حرية إرادة الإنسان، ثم آل بهم القول إلى بعد ذلك لما اكتشفوا التركيبة الإنسانية، آل بهم الكلام الآن إلى أنه الإنسان أصلا يعني ليس له أي اختيار، لأنه عبارة عن هرمونات وإفرازات لا يتحكم هو فيها، وبالتالي هذا الإنسان لا اختيار له. عشان كده يعني هتلاقيهم بيناقشوا قضايا من قبيل إنه هذا الإنسان القاتل، هل قتل بإرادته ولا ظروفه، تربيته، نفسيته، مش عارف إيه، و و و هي اللي خلته يقتل، فهو يعني عبارة عن ضحية، فإحنا ليه نعدمه؟ ده هو غلبان. فنزعوا عن الإنسان إرادته التي بناء عليها يحاسب في الدنيا والآخرة. ماشي. ولا يجدي الملاحدة اعتبارهم الإنسان نفسه أيضا موجودا ميكانيكيا بإنكار إرادته بل وشعوره، فتكون ماكينة الإنسان أثر ماكينة الطبيعة. وهذه الفكرة، فكرة الميكانيكية دي تخوانا ظاهرة في العلوم، يعني الطب الحديث والدواء وعلم الأدوية مبني على اعتبار أن الإنسان آلة دخله الدواء من هنا يديك نتيجة من هنا، من غير اعتبار أي أبعاد أخرى، بخلاف فلسفات الطب مثلا القديمة اللي كانت بتراعي الأبعاد الروحية اللي موجودة في الإنسان. وأنا بقول إن إحنا البشرية الآن خسرت كتير جدا جدا في حصرها طرق الدواء في الطريقة الغربية الحديثة. ليه؟ لأن هناك حضارات مختلفة في هذا العالم، وكل حضارة لديها فلسفة مختلفة في علاج أمراض الإنسان،
إحنا لا نكاد نعرف في عصرنا هذا إلا طريقة واحدة في العلاج، وهي الطريقة الغربية. فالإنسانية خسرت كثيرا بهذه الطريقة. والمشكلة الأكبر أنهم تعاملوا مع المشكلات النفسية بهذه، يعني ممكن بهذه الطريقة، يعني ممكن نقبل هذا التعامل مع المشكلات البدنية، لما عيني توجعني، لما وداني توجعني، لما بطني توجعني، دي ده وجع مادي، يعني شوية مقبول إنك توصف له دواء مادي. المشكلة ظهرت أكثر فيما أرى لما طبقوا هذا على المشكلات النفسية، فاعتبروا إنه الاكتئاب والمش عارف والوسواس والعصاب والذهان وكل هذه الأمراض اعتبروها عبارة عن إفرازات، إذا ظبطنا كيمياء المخ فيها الإنسان يتظبط. فأنت عصبي ليه؟ أنا عصبي لأن أنت كيمياء المخ عندك مش متظبطة. أنا والله موسوس ليه؟ لأن كيمياء المخ عندك مش متظبطة. ماشي، قد يكون هذا الكلام ماديا صحيح، لكن إيه اللي خلاها أصلا مش متظبطة؟ ما بيسألوش نفسهم هذا السؤال، يعني إيه اللي خلاها مش متظبطة؟ ما بيسألوش هذا السؤال. وبالتالي هم يريدون التعامل مع شيء مادي، فتعاملوا مع النفس الإنسانية غير المادية تعاملا ماديا. لذلك الطب النفسي في العالم فيما أرى كله فاشل، كله فاشل، وتعاملهم مع الأمراض النفسية هو تعامل مسكنات فقط. لو إنسان مثلا عصبي ولا هايج ولا عنده وسواس ولا كذا، كلها شغل مسكنات، مسكنات أو حاجات تخليه يرتخي ويتهمد وينام ويريحنا منه كده، لكن لم يتعاملوا مع نفس الإنسان. النفس هي حاجة غير، حاجة سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، والتي ينبغي أن يكون التعامل معها تعامل غير مادي أيضا. وإحنا الكلام دوت يعني اتكلمنا فيه كتير قوي، وإحنا بنشرح كتاب معارج القدس، والمحاضرات إن شاء الله تنشر قريبا. يلا يا مولانا. قال: فتكون ماكينة في الإنسان أثر ماكينة الطبيعة، وتكون الماكينة التي يصنعها الإنسان ماكينة في الدرجة الثالثة، ولا اعتبار حركتها المستندة إلى حركة الإنسان المستندة إلى حركة المادة بنفسها حركة من غير محرك، لأن هذا يكون مصادرة في التمثيل والتبيين على المثل المبين. مع أن إنكار الإرادة والشعور في الإنسان واعتبار حركاته عندما يصنع ماكينة ثم يملأها ويديرها حركات ميكانيكية من نوع حركات الماكينة التي يصنعها ويركبها من الجمادات، مما يخالف بداهة العقل كما قال علماء الإسلام. يعني يقول دائما يا إخواننا كده الإلحاد يقول إلى سفسطة، يقول إلى إنكار البديهيات. طبعا عند الملحدين الأذكياء، مش الملحدين العيال بتوع اليومين دول، يعني الملاحدة قديما، الفلاسفة الطبيعيون الملاحدة قديما كانوا أكثر ذكاء ممن يدعي الإلحاد في عصرنا. هذا الإلحاد الذي يعرف مآلات قوله ويلتزم أو يتراجع عن قوله، فالإلحاد يقول دايما إلى السفسطة أو إلى إنكار البديهيات. البديهة بتقول إن هناك فرق بين الحركات الآلية وأفعال الإنسان، أو العقل يفرق بين الحركات الاضطرارية والحركات الاختيارية في الإنسان. في فرق بين حركة القلب وحركة اليد ولا مفيش؟ دي حاجة بديهية مش محتاجة شرح. حركة قلبي غير حركة يدي. الملحد بقى يجي يقول لك لا فرق بينها. ماشي. مثل ذلك في الفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاش من اليد في مسألة العبادة الاختيارية. ده المفتاح اللي خلى العلماء يفسروا مسألة أفعال العباد. لما جم يتكلموا في مسألة أفعال العباد وكيف نوفق بينها وبين شمول القدرة الإلهية وشمول الفعل الإلهي في الكون وعدم تعطله، فرقوا أولا بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية. ماشي. ومن الغرابة بمكان أن يكون العقل الذي اكتشف الميكانيكية العالمية لم يترك لنفسه نصيبا في الكون يتناسب مع العملية، حيث اعتبر حركات
نفسه عند التفكير في إنشاء الماكينة حركات ميكانيكية أيضا من غير شعور. وصفة القول أن تمسك الملاحدة بأهداب الحركات الميكانيكية في تفسير حادثات العالم لا ينفعهم في إغنائه عن الاستناد إلى الله، بل يضرهم. ومن العجب أنهم لم يتفطنوا له فيهيئوا لأنفسهم الإقحام في المناظرة، لأن الحركات الميكانيكية أحوج ما يكون إلى وجود سبب الحركة من الخارج، على الرغم مما راقهم من عدم ظهوره للأعين عند حركة الماكينة. فإن احتاجت حركة الجسم غير الماكينة إلى محرك، فحركة الماكينة تحتاج إلى محرك ومرتب. مثلا إن الساعة التي تتحرك بنفسها في الظاهر تحتاج إلى محركين، محرك قريب يملأها في كل 24 ساعة من الزمان، ومحرك بعيد يصنعها في أول أمرها مستعدة للحركة المطلوبة. بل يحتاج أيضا إلى ثالث أبعد، وهو مخترع الساعة في ماضي القرون. لكن الغافل الذي لم يعرف الساعة ولم يسمعها وإنما رآها أول مرة يظن أنها تتحرك من نفسها. يعني هو الفكرة دايما أنه إحنا بنقع في أسر التفسير بالعلل القريبة ونغفل العلل البعيدة. فالإنسان لأنه عجول كما وصفه الله سبحانه وتعالى وعايز يفسر بسرعة لأن عنده في نفسه زي ما قلنا حاجة للتفسير، فبيعمل إيه؟ أول تفسير بيلاقيه قدامه بيمسك فيه، بيعتبره هو التفسير الأوحد. فأول ما يشوف الساعة متحركة، لماذا تتحرك الساعة؟ قال لك لأني مليتها مبارح، ويكتفي بهذا دون أن يسأل نفسه عن من صنع هذه الساعة أو عمن اخترع فكرة الساعة أصلا. فهو ده اللي بيحصل يا أخواننا في العلوم، إنهم علماء الطبيعة يفسرون أو يريدون قصر التفسير، تفسير الطبيعة على عللها القريبة دون البحث عن العلل البعيدة أو العلة الأولى كما يقول الفلاسفة. الآن هيبدأ الشيخ يتحدث عن سلف هؤلاء الماديين الذين يقولون إن أصل الوجود الحركة وأن وجود هذه الحركة يغني عن الله سبحانه وتعالى. فيتكلم عن ديمقراط اليوناني. نبدأ بديمقراط هذا في المرة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. طيب نلتقي بكم في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.